قال حسين مرسل الكرة طولية جميلة باتجاه فواز بوادقجي، الحق بالكرة فواز أمامه أحمد الخصي، أرسلها عرضية فواز لداخل المنطقة والرأسية من مصطفى الشيخ يوسف. مباراة أمام المجد انتصر فيها، مباراة أمام تشرين وهنا خطيرة أهلاوية والتسديدة كانت ولكن مرت بجانب مرمى إبراهيم علمة. خطير مصطفى الشيخ يوسف شمالي، مرسل الكرة طولية باتجاه مصطفى الشيخ يوسف، يحاول الآن من أمام جهاد الباعور يمر مصطفى، هنا التمريرة وصلت عند عبد الرزاق لكن لا، إبراهيم عالمة كان أقرب للكرة في اللقطة الماضية، كان من ملعب الباسل باللاذقية، الكرة الآن جيشاوية محمد صهيوني ولمسة اليد على الصهيوني، كانت لمسة اليد إذن على محمد صهيوني. فاول هي أهلي الشريفة، هي أهلي خطاب، اليسارية من خطاب مشلب، مرت الكرة والتصدي كان من لاعبي أهلي حلب. هي أهلي مؤمن ناجي يحاول المرور والتقدم، مؤمن على الكرة لا يزال يحاول تقدم، توغل بين أكثر من لاعب، خطيرة الآن جيشاوية، هي الكرة لمحمد البري والتسديدة من البري كانت ولكن بعيدة عن المرمى أو ركلة ركنية، إذن الركنية مرسل الكرة لداخل المنطقة، خروج شاهر الشاكر كان خاطئ، مرت الكرة من أمامه، هنا التسديدة مرت كذلك خطيرة، مرت كرة محمد البري، التسديدة كانت ولا أروع من البري على الطاير، مرت الكرة بجانب مرمى شاهر الشاكر، يحاول كان مضغوط عليه ولكن يحافظ على كرة حسن دهان، هنا التمريرة لعبد الرزاق قال حسين كانت ولكن طالت عليه أمس، والتمريرة كانت لأحمد شمالي أهلاوية، الكرة الآن شمالي، اللمسة والتمريرة خطيرة الآن أهلاوية، إبراهيم الزين تأخر بلعبة، لا تزال الكرة أهلاوية، مرسلة العرضية عبد الرزاق لحسين، هيا عبد الرزاق للبوادقجي، وين التسديدة ولكن لم يسدد حسين جويد، اختار التمريرة هنا حسن دهان، هيا وسدد الدهان ولكن بعيدة رجب، ولكن عادت الكرة أهلاوية، مطالبة بفاول في اللقطة الماضية، مرتدة الآن بابا سالة السنغالي من جديد، السنغالي يضرب من جديد، وهذه المرة أمام الزعيم يفتح الأبواب، ركلة حرة أهلاوية ملعوبة الكرة ولكن مرت فوق المرمى رجب، ولكن عادت الكرة أهلاوية، مطالبة بفاول في اللقطة الماضية، مرتدة الآن بابا سالة السنغالي من جديد، السنغالي يضرب من جديد، وهذه المرة أمام الزعيم يفتح الأبواب.